اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما قلنا لكم او ذكرنا في بدايه الحلقه، معانا النهارده فريق 19 سنه للسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي. الفريق ده الحقيقه نجح انه يفوز بالكاس العام لبطوله الجمهوريه. يمكن السباحه التوقيعيه زي ما قلت لحضراتكم من الالعاب الاصيله جوه النادي الاهلي. معانا مجموعه من اللاعبات هنتعرف عليهم. في البدايه طبعا برحب بنور كريم. اهلا بيك يا نور، مبروك. معانا كمان نور محمد، الف مبروك يا نور. معانا كمان فرح عادل، نورانا والف مليون مبروك يا فرح. معانا كمان ملك فتحي، الف مليون مبروك. شكرا. خلينا اجي لك يا فرح. يمكن البطوله كانت صعبه شويه يمكن السنه دي. خلينا نكلم الساده المشاهدين، البطوله كانت فين؟ اتلعبت على كام يوم؟ كانت في حمام سباحه ايه؟ كلميني عن البطوله. البطوله كانت في النادي الاهلي مدينه نصر، وبقت على يومين. كانت البطوله اللي قبلها كانت على يوم واحد، بس هي كان في ضغط كتير قوي علينا البطوله اللي فاتت، فالبطوله دي كانت يوم واحد. يومين. طيب انت فاكره لعبنا مين؟ ولا يعني اليوم اول مباراه كانت ايه؟ اليوم الثاني كانت ايه؟ اول واحد كنا عملنا رقصه التيم وعملنا الديوات، وكان شارك فيها هليوبلس والصيد الجزيره. تمام. بالم هيلز. انتوا اديتوا يومين، يعني اليوم الاول كان ليكم مباريات وماتشات، واليوم الثاني برضه نفس الكلام. طب والمكسب بيكون على اليومين ولا اليوم يعني الاول منفصل عن اليوم الثاني؟ يعني النتائج اليوم الاول حاجه والنتائج اليوم الثاني حاجه ثانيه. يعني انتوا كسبتوا عشان نتائج اليوم الثاني، اليوم الثاني كانت نتيجه احسن. والاول. يعني احنا خدنا مركز اول في التيم اللي هي الرقصه الاولانيه عملناها اول يوم. وخدتوا المركز اول في الثاني في اليوم الثاني. طب برضو يعني يا ملك نفس الكلام، يعني المنافسه كانت مع مين؟ كان هل مين اللي جه بعدينا ثاني؟ يعني كلميني اكتر، يعني مين اول مين ثاني مين ثالث؟ المنافسه الفروقات كانت قد ايه؟ هو احنا طلعنا الاول في التيم، الثاني كان ايه؟ كان مين؟ هليوبلس؟ لا مش هليوبلس، حد يفكرني. طيب لا الثاني كان الصيد، والثالث كان بالم هيلز. برافو. طيب وكان الفروقات قريبه ولا احنا كنا فارقين؟ لا كنا فارقين قوي المره دي. كنت فارقين. الحمد لله. بس في حته مهمه، يعني التحكيم ده تقدير، يعني ممكن يقول لك شايف الاهلي احسن، شايف يعني، بس معنى ان انتوا فارقين يعني كل التحكيم اجمع ان انتوا احسن، صح؟ الحمد لله. طيب دي اول بطوله ليكم؟ يعني دي اول بطوله ليكم كبنات؟ خدتوا بطولات قبل كده؟ كتير طبعا. كتير. طب يعني نقول مثلا اخر بطوله ليكي كانت امتى؟ اللي فاتت دي؟ لا قبليها. اللي قبليها كانت قبليها بشهر اولموست يعني. كانت ايه بقى؟ عمومي بقى. كانت عمومي. يعني انت بتلعبي في العمومي؟ وفرح بتلعب في العمومي؟ ما شاء الله. الله لسه طالعين من 15 السنه اللي قبليها، كنا 15 سنه. في 2023 2024 بقينا عمومي و18. كويس. طب انتوا الاربعه بتلعبوا عمومي؟ ايه ده الجمال ده؟ بس ما شاء الله انتوا صغيرين، يعني انتوا 2008 و2007 يعني صغيرين. طب يا نور قولي لي، البطوله كانت صعبه السنه دي، كان فيها منافسه قويه؟ جدا. مين كان اصعب فريق بيني وبينك؟ يعني شفتوه قلتوا ايه ده هيكسبنا؟ لا هي البطوله اللي قبليها في عمومي كنا خايفين من هليوبلس عشان هو عمل حلو. ففي ايتين ركزنا قوي عشان نكسبهم. طب انتوا عشان تعملوا الحركه مظبوط كفريق، انتوا الاول بتبقوا كام بنت في الميه؟ ثمانية. تمام. طب عشان الثمانية يكونوا رابطين مع بعض، يعني بتتمرنوا كام ساعة في اليوم بقى؟ ست ساعات. ساعات أكتر. أنتوا بتهزروا؟ لا كتير قوي. كتير. ممكن 12 ساعة بقى، مش فيتنس بقى يعني في مرة اتمرنا من 8 ل 8. أيوه. إيه ده؟ قبل البطولة بأسبوعين من 8 ل 8. من 8 ل 8؟ الصبح ل 8 بالليل؟ أيوه. وإيه ده بقى؟ يعني بناخد بريك في النص. تصحى من النوم تروح المية وترجع من المية تنام. أيوه بالظبط كده. طب إيه ده؟ الحياة دي صعبة قوي، يعني أنتوا شايفين، يعني أنتوا مبسوطين بالحياة دي؟ أنا مش مبسوط. لا يعني عايز اقول لك انه صعب ان انت تقوم من النوم. طب والمذاكره فين؟ طب والدنيا ايه بقى والوضع ايه؟ يعني بنحاول على قد ما نقدر بقى توفقوا ننظم الوقت. طيب ليه؟ المدرسه طبعا بتساعدنا قوي. المدارس بتساعدكم؟ يعني ممكن تجيبوا يوم اثنين بتاع؟ ايوه. طب هي البطوله كانت يوم اجازه سبت حد ولا كانت فسحه؟ كانت جمعه وسبت. عشان كده يعني كنتوا تقدروا. طب البطوله بتقعدوا بقى طول الوقت من الصبح نفس الكلام لغايه بالليل بتلعبوا، ولا تخلص ماتشك وبتمشي؟ بنروح من 6 الصبح نسخن وايوه بعدين نخلص ونمشي. بتخلصوا وتمشي؟ بيبقى الوقت قريب يعني ممكن تبقوا. بس بنصحى بدري قوي بقى. بنصحى 4 الصبح. طب خليني اسالكم يا بنات، يعني لعيبه ليه اخترتوا السباحه التوقيعيه برغم انها صعبه وطول الوقت في الميه والكلور وعينينا وشعرنا؟ طب ناخد كده، انت اخترتي ليه السباحه التوقيعيه؟ انا ما اخترتهاش. بس وانا صغيره كنت بلعب باليه ارضي، والمدربه اللي كانت بتدربني هناك كانت برضو بتدرب السباحه التوقيعيه، فقالت لي ان انا اروح يعني واجرب. وهي اللي علمتني اصلا اعوم. بس ايه ده؟ يعني انت الاول كنت بتلعبي باليه عادي وهو دايما الجمباز حتى لما كان معانا
الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد قال لك الجمباز يلعب جمباز يلعب اي حاجه صح. طب بس انت بقى في السباحه التوقيعيه عايز تعوم كويس وعايز تبقى عندك باليه كويس. ايوه طب فيها الموضوع كل حاجه فيها كل حاجه. طيب برضو نفس الكلام بالنسبه لك يا نور، انت ليه اخترت السباحه التوقيعيه؟ يعني هو انا برضو ما اخترتهاش، انا كنت ماشيه مع مامي في النادي، بعديها كنت بشوف بنات بتعمل الحركات كده فعجبوني جدا. لا لا ثانيه واحده، كان عندك كام سنه ساعتها؟ يعني كان عندي 9 تقريبا. 9؟ ده انت لعبتي كبيره كمان. انا دخلت بس ما لعبتيش، ما لعبتيش حاجه قبلها زي نور اللي لعبتي باليه مع ارضي؟ لا كنت بلعب حاجات ثانيه، كنت بلعب سباحه. سباحه بس عرفتي يعني سباحه برضه. ايوه. طيب شدتك ليه اللعبه دي؟ ان شاء الله بظبط بقى ونفس ما يعني ممكن تقعد تحت الميه دي او نص، طب حرام يعني دي حاجه صعبه. ليه حبيتيها؟ يعني هو كان بالنسبه لي دي حاجه غريبه جدا، هو انتوا ازاي بتعرفوا تعملوا كده؟ فمامي قالت لي مش عايزه تجربي، فقلت لها بس بقى حبيتها بقى جدا بس، والقصه ابتدت. طب نفس الكلام برضو يا فرح، عملت ايه؟ لا هو انا الصراحه يعني ما اخترت، يعني انا اللي اخترتها الصراحه برضو. بس عامه انا كنت في السباحه ولقيتهم كانوا بيلعبوا ووتر باليه وكده، فانا كنت في فرع مدينه نصر ولا فرع الجزيره؟ مدينه نصر. مدينه نصر. فكنت بقى يعني شايفاهم بمايوهات حلوه وقش، يعني شكلهم حلو. بالظبط. يعني حركاتهم حلوه ورياضه غريبه، يعني مش سباحه يعني كالعاده يعني. فقلت اختارها، قلت اجرب، ولو ما عجبتنيش انقل السباحه تاني. عجبتك وكملت فيها وما شاء الله بقيتي بطله كبيره اهو. طيب نفس الكلام برضو يا ملك، ليه بقى حبيت اللعبه دي وليه اشتركت فيها؟ اوكي برضو زي نور يعني كنت ماشيه في النادي مع مامي كده كده. مدينة نصر ولا الجزيرة؟ مفيش في الجزيرة. مفيش في الجزيرة. برافو عليك. كنت كان لازم اساسي اصلا السباحة، لازم نكون بنعرف نعوم واخدين ستايلز عشان نقدر نخش الباليه. فانا كنت بلعب اوريدي سباحة، وبعدين رحت عملت تيست في الواتر باليه واتقبلت، كملت سباحة شوية لحد ما كملت ستايلز، بعدين دخلت الواتر باليه. كان في الاول كنت بلعبها كانها رياضة يعني جنب المذاكرة وحاجات كده، بس بعدين بقى لقيت ناس كبار بقى منتخبات عندنا في النادي، ايه ده انا عايزه ابقى زيهم. وبعدين بقى بيسافروا وبشوفهم على التلفزيون، ده انا عايزه اسافر، عايزه الناس تشوفني، لحد ما الحمد لله حققت ده يعني. برافو عليكي. طب خلينا يا جماعه يعني نروح طبعا للزميل العزيز احد رموز العاب الميه في النادي الاهلي بل في مصر كلها، كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن وائل. يا باشمهندس انت اللي حضرتك رمز، احنا ناس يعني نخدم النادي الاهلي ونبقى لينا الشرف ان احنا اولا في النادي الاهلي، ولينا الشرف ان احنا مع حضرتك. ربنا يخليك يا كابتن بجد، والله انا ببقى سعيد جدا لما بسمع يعني اسم حضرتك في الاير بيس وان حضرتك معانا، انا بسعد جدا. والف مليون مبروك على الانجاز الجديد والانجاز الكبير ده. وكلمني على الانجاز ده يا كابتن، يعني ندي للبنات دول ايه عملوا ايه وايه الانجاز ده؟ والله البنات دول يعني تعبوا جدا، واحنا بنتكلم من 6 شهور وشغل الصبح وبعد الظهر وطول اليوم، وانا بشكرهم من هنا وبشكر اولياء امورهم وبشكر كل من طبعا المدربين والجهاز كله مع اصغر عامل على حمام السباحه. والله يعني الناس دي كلها بتتعب عشان نوصل للنتيجه دي. النتيجه صعبه ومرهقه، لعبه الباليه لعبه صعبه. صحيح. والانديه اللي بتنافسنا انديه كبيره جدا، واللي زاد كمان ان الانديه الخاصه زي انديه زي نادي سوديك وبالم هيلز ونيو جيزه، كل الانديه بقت الموضوع اللعبه دي لعبه قويه جدا عندهم. احنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الجهاز من عمرو وكابتن عمرو ممدوح وكابتن لمياء مختار وكابتن انجي، انا مش عايز انسى حد، كل الناس تعبت جدا لغايه ما وصلوا النتيجة دي. انا بشكرهم وبشكر البنات الابطال اللي عندك، وان شاء الله بمشيئه الله احنا ما بنقفش عن كده، ان شاء الله بنوعد الناس البطولات اللي جايه كلها ان شاء الله تبقى في كلاب النادي الاهلي. كابتن وائل، دايما حضرتك بتحرص جوه حمام السباحه او جوه عيله العاب الماء ان يبقى في روح العيله الواحده، دايما بحسش البنات او السباحين اللي بيجوا لي ان هم يعني لا بيتكلموا ان احنا اسره واحده، ان احنا عيله واحده، ان احنا كلنا بنشارك هدف واحد، قادر تحقق ده ازاي مع النهارده انت عندك 3 فروع يمكن الفرع الرابع كمان في نشاط في السباحه، بتقدر تعمل ازاي ده يا كابتن؟ وازاي تقدر تراقب كل النشاطات دي في وقت واحد؟ والله هو مجهود طبعا الحمد لله ربنا بيقدرنا ان احنا نتابعه، بس يعني انت زي ما حضرتك عارف انا يعني ايد الواحد وحدها ما بتقفش، انا بشتغل مع المنظومه كلها، الناس كلها احنا ترس داير، كل الناس شغاله، كل الناس بتبقى خايفه على النادي الاهلي وعلى اسم النادي الاهلي وعلى الـ 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 النجاحات اللي فاتت، فلازم نكملها. احنا لسه كنت حتى البنات انا قابلتهم، كان عندي اجتماع معاهم في اهل الجزيره، قلت لهم اهم حاجه ان احنا نحب بعض.
ونعمل طول ما احنا بنحب بعض وبنخاف على بعض في الميه وبره الميه، النتيجه كده كده ربنا هيكرمنا بيها، لان هم تعبوا. نعم. ده مجهودهم، وانا بشكرهم تاني بقول لحضرتك، وان شاء الله بمشيئه الله نفسنا مره تيجي تنورنا بقى ان شاء الله. هيحصل يا كابتن اللي جايه دي باذن الله، الطقم الجميل اللي مع حضرتك كلهم ان شاء الله، لان انتوا برضو تعبانين. احنا بنشكركم برضو، احنا لان انتوا بتبعتكم لينا هي ده حافز، واستقبالك للبلد ده حافز ليهم، ان شاء الله يبقوا عندك على طول ان شاء الله يا كابتن. طب قول لي بقى فرصه وحدك معايا، ايه ابرز المنافسات عندك اليومين الجايين؟ يعني ايه؟ انا عندي خميس وجمعه، واحنا الحمد لله في الكورت الميه الدوري احنا الاول. الخميس ان شاء الله هنبدا البلاي اوف، خميس جمعه سبت، خميس جمعه سبت الاسبوع اللي بعده، وان شاء الله يكون الدوري خلصان. احنا اول، نادي الجزيره الثاني، نادي هليوبوليس الثالث، نادي سبورتنج الرابع، ما شاء الله. هنلعب كل اسبوع ماتش. عندنا بطوله الجمهوريه للسباحه هتبدا من فوق 16 سنه لغايه العمومي. احنا المرحله اللي فاتت من اول 10 سنين لغايه 14 سنه طلعنا الاول فيها الحمد لله، ما شاء الله. عندنا بطوله الغطس جايه، عندنا بطوله الماسترز هتبدا ان شاء الله. انت عارف حضرتك جهاز السباحه جهاز كبير قوي. طبعا طبعا. زي ما بقول كده البطولات ما بتهمتش او ما بتخلصش، فاحنا اهو متابعه ان شاء الله، وربنا يكرمنا وان شاء الله نزود دولاب النادي الاهلي من البطولات على ايد الابطال اللي عندنا في النادي. انت قدها ودود يا كابتن وائل، وكل الجهاز المعاون ليك وكل المدربين والولادك اللاعبين والبنات. بشكرك يا كابتن وائل عزت، رئيس جهاز العاب النادي بالنادي الاهلي، والحقيقه بشكرك يعني شكر كبير، واتمنى ليك التوفيق كمان في اللي جاي ان شاء الله يا كابتن. بنشكر حضرتك وبنشكر كل الناس، وانا عايز اقول حاجه. اتفضل يعني يا كابتن. برضو انا مش عايز انسى يعني الله يرحمه معالي الوزير عمرو فاروق، انا كان شخص عزيز عليا، وانا من هنا يعني بوصل حضرتك تعازينا، وان شاء الله بمشيئه الله يكون في مكان احسن ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله زي ان شاء الله. اشكرك يا كابتن، ويعني لبسه وفاء يعني منك لمعالي الوزير، وانا عارف قد ايه هو كان يعني قريب من حضرتك، وكنت اصدقاء قبل ما تبقوا زملاء جوه النادي الاهلي. بشكرك يا كابتن، وده مش غريب عليك يا كابتن وائل عزت، طبعا رئيس جهاز العاب النادي العاب الماء بالنادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. وزي ما حضراتكم شايفين مفيش حد بنكلمه، مفيش مسؤول، مفيش رمز جوه النادي الاهلي بنكلمه في اي لعبه الا ما بيتذكر العامل فاروق، عشان تشوفوا قد ايه اثاره كان جوه النادي الاهلي، وقد ايه علاقته كانت بكل زملائه. انا ما بقولش مدربين ولاعيبه، زملائه جوه النادي الاهلي. هو كان نائب الرئيس، ولكن كان دايما متواجد في كل مكان، ربنا يرحمك، وكل مكان في النادي الاهلي وكل شخص هيتذكرك ان شاء الله بالخير، ربنا يرحمك باذن الله، وان لله وان اليه راجعون. اجي لك يا نور بقى، يعني يمكن يعني بيبقى صعب جدا تقعد 12 ساعه تتمرن، بيبقى صعب ان انت تتحمل المجهود والناحيه البدنيه وكل ده. طب ايه اللي بيخليك تتحملي ده؟ هل عشان بتحب اللعبه، ولا عايزه تحققي ايه يعني؟ ايوه طبعا عشان بحب اللعبه، وانا عايزه اكمل في حاجه انا بحبها، وهعمل اي حاجه يعني عشان اكمل، مش مهم بقى اتعب، مش مهم، المهم ان انا اوصل اللي انا عايزاه. عايزه. طيب بابا او ماما كانوا بيلعبوا رياضه؟ مش عارف. مش مفيش حد كان بيلعب يعني، انا عايز اقول لك ان مفيش حد مثلا كان بيلعب سباحه، ما كانش في حد زي. مش زي. طب ونور نفس الكلام، كان في حد بيلعب رياضه عندك في البيت؟ لا يعني مامتي وبابا يلعب، بس اخويا. اختك كانت بتلعب؟ اخويا. اخوكي كان بيلعب ايه بقى؟ سباحه؟ بيلعب كوره. كوره. طب ولسه بيلعب؟ في الاهلي ولا بره؟ لا كان بيلعب في الاهلي بس سابه. طب ما شاء الله، بس حلو سباحه كوره يعني، الدنيا يعني بعيده شويه، بس حلو حلو يبقى الاثنين بيلعبوا يعني رياضتين مختلفين. طيب انت بقى ايه اللي مخليكي تحملي التمرين ده نور؟ يعني طبعا ان انا عندي تارجت عايزه اوصل له جدا. ايه بقى التارجت بتاعك؟ التارجت بتاعي اولمبيكس طبعا ان شاء الله. نفسك تلعب في الاولمبياد. وانت يا نور؟ ها نور شايف نور؟ طب مش نور، انا بسالك ليه يا نور؟ طيب الاولمبياد ازاي اوصل لها؟ طيب اعمل ايه؟ اشتغل على نفسي جدا طبعا، واكون كونفيدنت من نفسي وكده، طبعا النتيجه بتاعت ربنا يعني. برافو. طب يا فرح ايه؟ ايه التارجت بتاعك انت؟ التارجت برضه اولمبيكس طبعا او منتخب وبس يعني. بس طب نشوف مالك هتقول لنا ايه؟ ايه التارجت؟ لو كده كده اولمبيكس التارجت بتاعنا كلنا يعني، محتاجه عشان اوصل للاولمبيكس محتاجه اشوف الويك بوينتس بتاعتي واحسن منها، والحاجات الكويسه اللي فيا برضو اشتغل عليها علشان اوصل للي انا عايزاه في الاخر ان شاء الله. مالك انت ينفع تبقي المتحدثه الرسميه للفريق؟ والله بجد يعني ما شاء الله بتتكلمي كويس، ومش هيبه الكاميرا، مش خايفه منها. برغم ده انت طلعت لقاءات قبل كده يا ملك؟ وانا طفله قوي يعني. يعني حاجه يعني طلعت، بس انا بحب عامه. بتحب؟ عشان كده انت ما عندكيش مشكله، مش خايفه من الكاميرا، مش قلقانه، مش متوتره. فلو سمحت انا يعني هقول لكابتن وائل تبقي انت المتحدثه الرسميه للفريق، طبعا مع احترامنا للكوتشات والمدربين، بس ما شاء الله عليكي بتتكلمي وعندك يعني حضور كويس. طيب يعني ايه الحاجه المميزه
اللي شايفاها لازم تكون في لعيب او لاعبه؟ ما فيش لعيبه، لاعبه السباحه الطوقيه، يعني ايه اللي لو مش فيه ما يلعبهاش احسن؟ اهم حاجه بالنسبه لي ان هو مهما حصل لو لازم يكمل، مش مثلا لو حصلت له اصابه جامده فاللي هو يقعد ما انا جالي اصابه ويقعد بقى ويقعد يزعل ويعيط، لا بالعكس يشتغل على نفسه اكتر بالفتره اللي هو قاعد فيها تعبان، يعمل دبل الافورت علشان يعوض اللي فاته. فانا بحس ان اي رياضي شاطر عايز يوصل لحاجه قدام لازم يشتغل على نفسه وما يستسلمش ابدا مهما كانت الظروف. بصراحه برافو عليك. طيب فرح، يعني ايه بقى اللي المفروض يكون في لعيبه السباحه الطوقيه؟ هل مثلا زي ما قالت ملك انها تشتغل ويبقى عندها صبوره اكتر، المينتاليتي تشتغل عليها زي منتال ان هي تطور، لان اللعبه دي منتال، هي ديفنتلي منتال، انت راجل بتطور ادائك الحركي مع عقلك. شايفه ايه اللي بيميز اللعيب والمهم تبقى اللعيبه فيها الموضوع؟ هو كده كده لازم اي لعيب يعني لو هيلعب اللعبه دي لازم يعني يعرف انه هيتعب، يعني مش هياخد اي حاجه بالظبط، يعني مش هياخد اي حاجه خلاص يعني. ويعني هو اللي عارف بنفسه، يعني هو عارف هو بيشتغل جامد هو بيشتغل قليل، يعني لو هو مش عايز يشتغل ما يخشش يعني. يعني انت لازم تتحمل اللي هتشوفه بالزبط. ولازم يبقى عندك هدف عشان تحمل ده. طب مين مثلك الاعلى؟ مين اللي شايفاه عايزه تبقي زيه؟ الصراحه مش حاطه مثل، يعني انا ابقى مثلي يعني الصراحه. مش حاطه موديل في دماغك بس انت تبقى موديل. طب برضو يا ملك انت ليكي حد مثل اعلى؟ دلوقتي في السكورينج سيستم الجديد بتاعنا بقت مثلا واحده بطله جدا، السنه اللي فاتت جابت اول مش عارف ايه، مثلا السنه دي جابت سادس، ففي حاجات كتيره بتحصل. ماليش موديل معين، ماليش ايدل معينه، عايزه ابقى احسن فيرجن بالنسبه لي انا برافو عليك. نفس الكلام بيطبق مع وقت نور. يعني ايه المهم يبقى في لعيبه السباحه الطوقيه؟ ايه اللي انت شايفاه مهم وانت عارفه انه مهم وانت محافظه عليه؟ زي ما مالك قالت برضو ان احنا ما نستسلمش مهما حاجه حصلت، واشتغل على قد ما اقدر، حتى لو تعبت لازم اكمل. يعني حتى مهما شفتي لازم افضل مكمله. طيب مين مثلك الاعلى؟ ما عنديش برضو. برضو انت موديل نفسك. انا مثل اعلى بتاع نفسي، عايزه اوصل بس لاحسن حاجه. تشتغل نفسك وتطوري من ادائك. وده نوع من انواع برضو ان انت تحدي لنفسك، يعني انت بتحاول بشكل او باخر ان انت يبقى ليك تحدي. طب نور ايه بقى؟ ايه بقى انت بالنسبه لك ايه الصفه المهمه في لعيبه السباحه الطوقيه من وجهه نظرك؟ حاسه لازم يبقى كونسيستنت ويبقى مؤمن بالكونسيستنسي، يعني هي الكي، عشان يعني مش هيلاقي البروجريس فجاه، لا لازم يقعد يتعب حتى مش سيزون. ممكن كتير على كتير قوي. ايوه. طب مين مثلك الاعلى؟ يعني ملهاش علاقه بالرياضه بس مامي. مامتك مثلك الاعلى؟ برافو عليك. ايه هاي على فكره ماما بتتفرج عليها دلوقتي وكويس. برافو. انت كده بص كده النهارده علمتي علينا. انت كده بصي ماما بتتفرج عليكي وانت النهارده بصي هتتعشى عشوه تمام ان شاء الله ما ترجع. لا بس عايز اقول لك انه صح، يعني برضو الام هي بتبقى اكبر داعم لبنتها والاسره كلها. طب قولي لي يعني يا فتحي بقى، انا بقى لازم اتكلم عشان انتوا لو رجعتوا ما قلتوش ماما بص يعني هتبقى الوضع صعب. طب انا هجي لك يا فرح، ماما وبابا بالنسبه لك ايه؟ بيعملوا لك ايه؟ يعني شايفه السبورت بتاعهم ايه؟ كده كده من غير ماما او بابا انا كده كده ما كنتش هبقى في المكان اللي انا فيه دلوقتي عامه، عشان هم بيشجعوني على طول، ومن غيرهم ما كنتش اصلا هروح التمرين او من وانا صغيره اصلا يهتموا بيا اصلا ان انا اتمرن او العب اي لعبه عامه. تقول لهم ايه طيب؟ يعني هم دلوقتي سامعين وكانوا بيتفرجوا عليك، تقول لهم ايه بقى؟ يلا. شكرا على يعني شكرا على بذلكم مجهود معايا السنين اللي جايه واللي فاتت. طيب مين بقى اكتر بيتعب معاكي، بابا ولا ماما؟ هو الصراحه يعني من الناحيه الماديه اكيد بابا، بس من الناحيه العمليه ماما، عشان يعني هي اللي بتوديني في كل حته الصراحه. حلو حلوه الاجابه دي. بس عايزين خليني اقول لك حاجه برضو، مفيش بنت جت على الترابيزه هنا اللي ما قالت بابا، والبنت حبيبه باباها حتى لو بابا مسافر بره بابا بيتعب. طب خلينا ملك اجي لك برضو، يعني دور الاسره ايه؟ شايفه يعني بابا وماما دورهم ايه لاي لاعب رياضي؟ هل النجاح الرياضي معتمد اعتماد كله على بابا ومامته، خاصه ان كابتن وائل شكر اولياء الامور؟ شايفه دور بابا وماما معاكي ايه في الرياضه؟ بصراحه يعني هو مش هقول لك 50-50 عليا وعلى عيلتي، بس جزء كبير وجزء طبعا عليا. يعني مامي تعبت معايا جدا جدا وهي عارفه ده كويس، ووصلتني النهارده اتكلم عليها هي وخالتي والحيله كلها، يعني شغل الاسامي. ربنا يخليكم بعض يا رب. بس هي تعبت معايا قوي واستحملتني، ويعني لا هي قبل البطوله انا ببقى ستريس، ببقى متعصبه، لا ببقى حاله متوتره جدا. فهي بتستحملني
ساعات بنتنشن على بعض، هي بتهدي الموضوع. لا هي بصراحه بتستحملني، ثانك يو قوي بصراحه. وخالتي برضو، لا خالتي برضو بتدعم معايا، بتوصلني التمرين. الله، طب ده يعني خالته برضو يعني اول حد يا جماعه في في برنامج الابطال يشكر خالته، بس خالته دايما ليها دور كبير، مظلومه دايما بصراحه. طيب بتشكريها طبعا، اكيد بتدعم معاكي، ماما بتبقى مشغوله هي بتوديكي التمرين. بالظبط، ايوه. شفتي بقى انا عارف ازاي. لا ان شاء الله ربنا يخليكوا. طب بابا فين والدنيا ايه؟ لا بابي برضو يعني إيه؟ لا لا معايا طبعا، ما اقدرش اعيش من غيره. ايوه بقى، ايوه يظبط الاداء كده ماشي، مش هفكرك كتير. لا لا ما تقلقش. طيب. لا بابي برضو بيسبورتني قوي، هو مش معايا في القاهره بس هو بيكلمني على طول وبيطمن عليا. لا هو معايا في كل مكان. طيب نروح برضو لنور، بابا وماما بيعملوا ايه معانا نور؟ لا دول اهم حاجه في حياتي. اول ما قلت بابا ماما اتفتحتي بقى قاعده من اول الحلقه قاعده يعني محرجه شويه. بيعملوا معاكي ايه؟ بيوصلوا، احكي لي بابا ماما بيعملوا ايه معاكي من الصبح؟ هم اول من غيرهم طبعا كنتش هعمل اي حاجه من اللي انا عملتها في حياتي. ربنا يخليهم لك. وعايزه اشكر مامي على اللي هي بتساعدوني، ولما انا مثلا بقع وما كنتش عايزه اكمل هي اللي بتحمسني وتقول لي لا عايزه توصلي، لازم توصلي اللي انت عايزه توصلي له وكده. وبابي طبعا هو اللي بيشيل كل حاجه. مين بيتعامل معاكي اكتر، بابي ولا ماما؟ بابي في الحته الماديه، ومامي طبعا بتوصلني في كل حاجه. بابا يعني هي بيرسونال درايفر بتاعي. شفت؟ يا عيني ماما رايحه جايه رايحه جايه. ربنا يخليكم لبعض يا رب، ودايما كده يعني تبقى انتوا فرحتهم. نور بقى ايه، قولي لي بقى بابا وماما بيعملوا ايه؟ انت شكلك على فكره هاديه في الاستوديو بس شكلك شقيه جدا بره، ولا العكس؟ قوي. صح شفت بقى؟ يعني شكلك هادية وقاعدة كده بس شكلك ايه يعني، يعني متحركة جامد. قولي لي بقى بابا وماما ايه بقى؟ ايه؟ ايوه طبعا هما بيسبورت مي جامد قوي، وطبعا اهم حاجة ان هما مش بيبريشر بي ان انا اعمل اي حاجة غصب عني وكده. فدي بصراحة بتكون ان انا مريحاني جدا، يعني بعمل حاجة عشان انا عايزة اعملها وبحبها، مش عشان مثلا بريشر او حاجة. طيب ومين بيتعب معاكي اكتر بقى؟ يعني حاسه مامي بصراحه. مامي شفت اول مره. بابايا طبعا بيتعب في كل حاجه بس مامتي هي بتكون معايا كل حاجه وهي عارفه كل حاجه. الحقي بسرعه نفسك، الحقي نفسك. الحقي نفسك بسرعه، كلمتين لبابا يلا، فاضل دقيقتين ثلاثه. بابايا بيتعب معايا جدا. تقولي لهم ايه بقى؟ لهم بجد شكرا جدا على كل حاجه. طيب عايزين نقول اخر حاجه في يعني في 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 في, في الفقره دي. النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي هو بيتنا واللي بنتمرن فيه وكل حاجه. قولي لي انا عايز كل طبعا الموضوع ده هيبقى صعب شويه، انا بساله للاكبر منكم بس انتوا حاولوا. النادي الاهلي بالنسبه لكم ايه؟ ناخد حاولي في كلمتين ثلاثه. انا هبتدي طبعا بملك عشان ملك هي اكتر واحده يعني ستيبل ومتحدثه فهتفتح لكم الطريق. ملك النادي الاهلي بالنسبه لك ايه؟ بالنسبه لنا كلنا بيتنا الثاني اللي هو بعد البيت على طول، لان بنقدم بنقضي فيه معظم الوقت. فبالنسبه لي انا بروح واقعد 12 ساعه، 12 ساعه يعني نص اليوم، اللي هو ممكن اروح افطر واخد بريك واتغدى واتعشى انا بس، واذاكر في النادي كل حاجه بتعمل في النادي بجد كل حاجه. لا بصراحه يعني النادي وقف في ظهرنا كتير قوي قوي قوي، ومن غيره احنا ما كناش وصلنا للي احنا فيه. مدربين شكرا يعني من هنا لبكره بتعرف معانا قوي الصراحه. يا كابتن وائل، يا كابتن وائل عزت، عندك متحدث قوي جدا عندك في السباحه. طيب اجي لك برضه يا فرح، قولي لي النادي الاهلي بالنسبه لك ايه؟ يعني تخيلي كده انت بتكلمي النادي الاهلي طول الوقت. اكيد هو بيتي التاني، يعني هو مستحملني ان انا بزوره كل يوم تقريبا، يعني لو انا عايزه ابات فيه ممكن ابات فيه. يعني تحسي براحه وانت جوه النادي الاهلي، او انت داخله شنطتك وداخله باب النادي الاهلي بتحسي ان انت يعني بحس في بيتي التاني، يعني أمان هو بيتي وثقه وكل حاجه صح؟ اكنها اوضه نومي يعني. صحيح بالظبط، النادي الاهلي كده، انت بتتحرك بيتك بتتحرك هنا لهنا، هو ده النادي الاهلي. حاسه بقيمه ان انت بتلعبي في النادي الاهلي صح؟ طب نور انا رحت هناك الاول اديتكم وقت تفكروا بحبكم عشان النادي الاهلي بالنسبه لك يا نور بقى؟ انا اصلا بروح النادي اكثر ما بروح البيت. اهلا اهلا وسهلا كده، مفيش مذاكره يا باشا. طيب ماشي بجد انا حاسه ان انا عايشه في النادي اصلا. صحيح كلنا بفيل سيف قوي وانا في النادي طبعا، بطمن قوي اصلا، تقريبا حياتي كلها في النادي. بتحب النادي الاهلي قوي نور؟ النادي الاهلي بالنسبه لك ايه؟ زي ما هم قالوا هو فعلا بيتي، ويعني المدربين واللعيبه والتيم بتاعي كل حد متعودة عليهم بقى وكده. عيلتي. انا بشكركم جدا، نورتوني وشرفتوني طبعا. نور كريم نورتيني وشرفتيني، وعايزك ان شاء الله تبقي احسن واحسن وتحققي ذاتك ان شاء الله. نور محمد بشكرك شكرا جزيلا. بشكر فرح عادل، الف شكر، نورتيني وشرفتيني. طبعا بشكر ملك فتحي، الف شكر، موفقه باذن الله. اعزائي المشاهدين دي كانت الفقره الاولى، مكملين مع السباحه التوقعيه. اذا شفت حضراتكم يعني فراشات، ملكات بمعنى الكلمه،
وهو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي فيه نشاط كبير وفي دنيا تانيه جوه النادي الاهلي. مكملين معاكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا النهارده واحتفالنا بالسباحه الطوقيه. فريق 19 سنه واللي فاز بالكاس العام لبطوله الجمهوريه في انجاز كبير يمكن تكلم عنه باستفاضه الكابتن وائل عزت رئيس الجهاز اللي كان في مداخله معانا كمان تليفونيه في الفقره الاولى. برحب في البدايه بكابتن انجي الرفاعي مدير قطاع الناشئات للسباحه الطوقيه في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن انجي. اهلا بيك. منورانا والف مليون مبروك. ربنا يخليك. ميرسي. برحب بكابتن يسرى عدلي مدرب السباحه الطوقيه للناشئات في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن يسرى. اهلا بحضرتك. منورانا والف مليون مبروك. كتير. لاعبات الفريق طبعا واحد نجماته جاسمين منجد 2007. اهلا بيك منورانا. والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. كمان طبعا جانا جمال منورانا والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. الحقيقه جيلك طبعا كابتن انجي يمكن السباحه الطوقيه من الالعاب الاصيله جوه النادي الاهلي. النشاط يمكن بيلاقي اقبال من اعضاء الجمعيه العموميه بشكل كبير. كلمينا عن الاستراكشر الهيكل للسباحه الطوقيه لغايه ما نوصل للنجمات للاعبات اللي قاعدين معانا. بتعملوا ايه جوه النادي الاهلي لغايه ما توصلوا للفرق؟ هو النادي الاهلي متهيألي هو جهازه ده مختلف عن اي نادي تاني انه ما شاء الله يعني بيبقى جهاز عريق. فانا دايما بحس ان النجاح اللي حصل ده بسبب الاستراكتور والدعم بتاع الجهاز كامل ابتداء من اول كابتن وائل عزت اللي هو رئيس الجهاز العاب الماء كلها وكابتن محمد فضل وكابتن عمرو ممدوح وطبعا كل المدربات مجهود كبير على راسهم كابتن يسرى واللعيبه كلهم بقى الفريق تعبوا معانا قوي. النشاط بتاعنا السباحه الطوقيه هو فقط في مدينه نصر مظبوط؟ اه ما عندناش في الجزيره ما عندناش في الشيخ زايد هو بس هناك. اه مدينه نصر بس. يعني اوفر فيو كده عندنا كام لعيبه مثلا في الناشئين او في الناشئات طبعا عندنا كام لعيبه من اول الاكاديميات لغايه ما نوصل 19 سنه بالتقريب هو صعب طبعا بالتقريب يعني ممكن نعدي ال 100 متهيألي يعني كتير كتير يعني عدد كبير قادرين تسيطر عليه بشكل او كبير الحمد لله. طب خلينا نشوف برضو من الناحيه الفنيه كابتن يسرى يعني ازاي بتعملوا بتمرنوا ازاي بتحطي جدولك ازاي التمرين مش بيمشي ازاي على حمام السباحه؟ هو التمرين بيبتدي من اول الفتنس وبعد كده ببتدي على سباحه بعد كده ببتدي دايفنج بعد كده ببتدي انا واتر بالي فاحنا لازم بنبقى زي فريق كامل بنكمل بعض. تمرينة الواتر بالي بقى نفسها بتبقى سنة تقيلة لأن طبعا. هي بتبقى ممكن التمرينة تبقى قاعدة معايا من 8 ل 10 ساعات يا خبر أبيض لأن هي كلها ديتيلز صغيرة قوي يعني دايما ببتدي كلها حاجات بكاونتس كلها لازم كلها نرفع في كاونت معين لازم كل التشكيلات طبعا. نقلبها مع الموسيقى كمان كله يعدوا مع بعضه دلوقتي كمان عاملين رولز جديدة فبقى في حاجة اسمها بيز مارك فبقتش كلها عباره عن كريوجرافي والاحسن لا بقى في بوينتس بتتحسب ولو البوينت دي اتشالت بيبقى بتاخدي زيرو فبقى الموضوع اصعب اصعب كتير قوي. طب والنظام الجديد ده يعني طبق حديثا ولا بقاله فتره ماشي كده؟ بقاله سنه ده جديد يعني الموضوع بقاله جديد. طب انتوا دخلتوا الكلام ده وتابعتوا الابديت اللي حصل على التحكيم وبداتوا تعلموه للبنات في النادي بالظبط طب ده كان صعب عليكم كان لازم انتوا تفهموه الاول كان صعب قوي 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 في الاول بس باي تايم الدنيا بقت تمام بقت اسهل طيب 10 ساعات البنات بتتمرن البنات في حركه فما بيزهقوش طب المدرب المدرب مش بحس بجد فعلا لا مش بحس لا لا بلاقي مره واحده التمرينه خلصت بس هم ما بيحسوش كده 10 ساعات خلصت طب ايه ده يعني اقعد امرن 10 ساعات في اليوم بتقولي حضرتك خلصت ممكن نكون ما خلصناش اصلا بتبقى ممكن نكونش خلصنا اللي احنا عايزين نخلصه كمان الله طب ما يبقى كده الناس كلها تيجي تتمرن معاكم بقى عشان نحسن التمرين لا ما شاء الله مجهود كبير طب خلينا نشوف برضو اللاعبات جاسمين البطوله كلميني عن البطوله بقى كانت صعبه شاركت ازاي كلميني عن ابرز المباريات اللي اتلعبت كلميني بقى عن البطوله اكتر هي كانت صعبه شويه في التمرين وكده بس يعني قبل البطوله والتمارين كانت تبقى كتير وساعات طويله وكده بس يعني الحمد لله عملنا كويس في البطوله جاسمين انت بتلعبي عمومي صح ما شاء الله اغلبكم بيلعب عموما طيب لو قلنا انه البطوله كانت محتاجه شغل جامد ومحتاجه مجهود جامد قبل البطوله طيب والتركيز اثناء البطوله ما مهم جدا لان انتوا لعبتكم موسيقى والحركه لو لعيبه من الثمانيه سبقت يعني كان في سبق او لاك شويه عن الحركه
بتخسره. طيب التركيز في البطوله بتعملوا ايه؟ الكوتشات بيعملوا معاكم ايه في البطوله؟ بتخليكم ازاي تركزوا؟ بنقعد مع بعض ونركز، نقعد نعد الحاجات اللي بنعملها، نقعد نعملها على المزيكا مع بعض وكده، يعني نقعد نعملها كتير قبل ما ننزل عشان نبقى مركزين. ممكن تكرروا الحركه دي على الارض؟ اه بنعملها قبل بطريقه ثانيه. بطريقه ثانيه بحيث ان انتوا يبقى كله انتوا بتبقوا بتتحركوا مش شايفين بعض، صح؟ اه في المايه احنا بنبقى من غير نظارات بس بنبقى شايفين شويه، يعني شايفين شويه، انما انما حتى بيبقى في ناس في الخلفيه وفي ناس قدام، فمش كله شايف بعض. اه مش كله شايف صعبة. بس احنا بنبقى حافظين بنتحرك ازاي، وبنبقى عملناه كتير فبنبقى اتعودنا عليه. صعبه قوي صدقي، بس حاجه ممتعه بيني وبينك يعني بصراحه، حاجه حاجه ممتعه. طب بتسمعوا الموسيقى في المايه طبعا؟ اه صح، بيبقى في سماعات تحت. طب شايفه يعني دنيا تانية، يعني لعبه جميله جدا جدا. طب انت بتستمتعي باللعبه دي؟ مش قوي بحبها ونفسك تكملي فيها عادي؟ طب ليه اخترتيها من الاول؟ انا مامتي فيها من زمان قوي، و ماما كانت بتلعبها. اه مامي كانت بتلعبها وبتمرنها وكده، فانت طلعتي زي ماما. يعني انت لعبتيها فروم سكراتش، فروم يعني زي ما بيقولوا من البدايه، انت لعبت اللعبه دي، ما لعبتيش لعبه تانية؟ لا لعبت العاب تانية كتير، بس يعني هي دي. لعبت سباحه ولعبت باسكت وان بول وحاجات تانية كتير. باسكت؟ طب ليه ما كملتيش باسكت؟ ما كنتش بحبه. راجل متحيز للباسكت يعني، ده مش مشكله. طب ما تفكري هنمضيكي خلاص. بص الكباتن هيزعلوا مني بقى، انت هتيجي تمضي اللعيبه هنا؟ لا طبعا انا بهزر يعني، اكيد لعبتك جميله جدا وانت بتستمتعي بيها. طب برضو اجي لك يا نور، يعني ليه يعني ليه بدات سباحه توقيعيه؟ جنى، انا اسف معلش، ليه جنى بداتي سباحه توقيعيه؟ ليه لعبتيه؟ هل كان في حد من اسرتك زي جاسم كان بيلعب ولا لا؟ هو الحقيقه ما كنتش ما اعرفش قوي اللعبه ساعتها زمان، بس كنا مامتي كنا بنتمشى برضو في النادي وكده، هي عجبتها قوي اللعبه وحسيتها جديده ومفيش حد بيلعبها كتير، فحسيتني ان انا ممكن ابقى ماشيه فيها كويس والحمد لله يعني. طيب اللعبه في اولها يعني كلاعبه بقى، ناخد راي كلاعب من وجهه نظر لاعب او لاعبه، اللعبه في بدايتها اصعب ولا لما بتاخدها بقى كاحتراف وكمستوى تنافسي اصعب؟ اعتقد في اخرها مثلا، يعني لو انت اصعب؟ لا يعني لو انت بتفضل يعني لو انت تركز عايز توصل الهدف اللي قدامك والمنتخب والاولمبيكس وكده، فتبقى اصعب كتير يعني. اصعب من البدايات؟ اه البدايات بتبقى عادي، انما انت يعني بتتبسط باللعبه اكتر، انما الفتره بقى التنافسيه دي بتبقى فيها ضغط عصبي اكتر. أيوة. طب انت على المستوى الشخصي بتعملي ايه عشان تعملي ريليز نفسك؟ لان اللعبه دي لو تنشنتي خلاص راحت منك النقطه او درجاتك. بتعملي ايه؟ ممكن ان هو بقعد لوحدي شويه بس، اللي هو بظبط نفسي عشان الواحد بيتوتر جامد قوي في وقت البطوله. طيب 10 ساعات تمرين ايه؟ بيعدوا عليكم ازاي؟ لا هو بيعدى علينا صعب شويه. مش مستوعب 10 ساعات تمرين دي بصراحه. لا هو بيعدى علينا كتير شويه، بس عشان اللي هو عشان برضه نوصل نعمل كويس في البطوله وكده. طب جنى يعني 10 ساعات بتتمرنوا نفس بتعيدوا نفس الحركات ولا ال 10 ساعات متقسمين؟ يعني انا بشوف برضه كلاعبات انتوا ال 10 ساعات بيتقسموا مثلا، هل في حبه بيبقى في الاول مثلا على الارض، بعد كده بتنزلوا الميه، بعد كده بتبقوا اتنينات مع بعض تلاتات، ولا كله نفس الحركه التيم كله بيكررها مع بعض؟ لا ما هو في بقى الدويتس والسولوز وكده، فبتقسمها البلان بقى يعني يسرا وانجي يظبطوها البلان، مثلا نبدا بالدويتات الاول، سولوهات الاول كده يعني. ده كده ال 10 ساعات قليلين يا كابتن كده. فهمت قصدي. يعني ده كده يعني ديتيلز كتيره. بس طيب خلينا نتكلم عن الناحيه البدنيه للاعبات، وده مهم جدا اسمع من حضراتكم. يعني طبعا كابتن انجي اكيد في مدربه او مدرب اعداد بدني، ايه المطلوب للاعيبه السباحه التوقيعيه؟ ايه المطلوب؟ يعني في العاب بتبقى محتاجه قوه، في العاب محتاجه مرونه، في العاب محتاجه الاثنين. ايه اللي من وجهه نظر حضرتك او من وجهه نظر الصح اللعبه دي محتاجاه في الناحيه الفيزيكال؟ هي الووتر بالي عباره عن ميكس العاب، محتاج القوه ومحتاج المرونه ومحتاج النفس الطويل بتاع الجري، محتاج بتهيألي الميكس الالعاب كلها يعني. فاحنا الفيتنس برضو متقسم عندنا ان في جزء للقوه وفي جزء لازم المرونات. نعم لازم يعني. بس فده لازم بيبقى جزء اساسي، اهم حاجه محتاج نفس جري تجرو جدا. انديورنس لازم يعني. يعني بتجروا مسافات طويله مسافات قصيره ولا مش مهم قوي؟ لا مش شرط يعني، بس التمرينه لازم بيبقى فيها اللي هو بيبقى بارت الكارديو، ولازم الانديورنس، ولازم بنعمل كل فتره ايفالويشن نشوف النفس بيتحسن، المرونه بتتحسن، يعني لازم بنقعد برضو نقيس التطور بتاع البنات يعني. الاحتكاك في اللعبه، الماتشات اللي بتلعبها ده مهم للاعبات؟ هل انا مهم العب يعني اجواء التمرين 100% بتبقى مختلفه عن اجواء المباريات؟ بيبقى في شد، بيبقى في تنشنه، بتلعب حمام سباحه مختلف غير اللي بتتمرن فيه كل مره. هل الاحتكاك مهم؟ يعني هل المعسكرات والاحتكاك ده مهم ولا التمرين كافي؟
لا انا بالنسبه لي يعني رايي ان التمرين مش كافي، ان الاحتكاك الداخلي والخارجي مهم قوي. بمعنى ايه الداخلي وايه الخارجي؟ يعني البطولات الداخليه اللي احنا بنعملها دي مهمه، اللي هي الجمهوريه والكاس والكلام ده مهم قوي، وحاسه كمان مهم انهم يحتكوا ببره بالمنافسات اللي بره كمان. لعبنا حاجه بره كده؟ سافروا من سنتين بطوله في الامارات، بتبقى بطوله دوليه كده. فالحاجات دي بتبقى مهمه قوي برده، نشوف البلاد بره شغاله ازاي، مستوى عامل ازاي، طريقه التمرين، يعني كل حاجه بتبقى برده اكسبيرينس ثانيه خالص. طب كابتن يوسف، احنا عندنا في قطاع الناشئات، انا عارف في الـ في الـ في السباحه التوقيعيه انه يعني في الفريق الاول او العمومي مش لازم سن معين، يعني ممكن اجيب حد او لاعيبه 13 سنه تلعب 14 سنه. الفريق العمومي بتاعنا بيتكون من ايه؟ هل جايبين لعيبه من بره؟ هل كلهم ولاد النادي الاهلي؟ هل مصعدين جزء؟ يعني الاستراكشر بتاع الفريق الاول ايه؟ انا دايما بدي برايورتي بتاعتي للسن نفسه، يعني بحب ادي دايما البنات اللي هم سنهم في السن ده لازم ينزلوا. لو السن نفسه مش مكفي عندي ببتدي اخد من سن الازهر، بس عمري ما بلجا ان انا اخد ناس من بره. برافو، يعني انت عندك السياسه في النادي الاهلي السن اللي هو سنه بياخد منه. عايز اطعم بطعم من بنات النادي الاهلي، ما ببصش لبره خالص. لا، بحب ادي فرص للناس كلها اللي موجوده، يعني ما بحبش استسهل واخد من بره اسهل. طيب لو قلنا من ثلاث سنين احنا كنا فين؟ يعني كنت يعني اعرف انه كان لسه بنبني في السباحه التوقيعيه بقالنا فتره، يعني بدانا امتى نعمل الطفره دي؟ يعني الـ 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 الاتجاه او النجاح ده بدا من كام سنه تقريبا؟ بتهيألي بقى لهم 5 6 سنين، صح؟ من كام سنه تقريبا؟ 5 6 سنين. 5 6 سنين بداتوا بقى تطوروا وبداتوا تشتغلوا ورجعوا السباحه التوقيعيه، ابتدى الفكر يتغير شويه في النادي. طيب خلاص، احنا خلينا نروح عبر الهاتف. معانا كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن عمرو. كابتن عمرو، طيب كابتن عمرو جاهز يا جماعه؟ كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن عمرو. الو كابتن عمرو. طيب خلينا نكمل حوارنا طيب ونجهز. طيب نجيبه تاني معانا كابتن عمرو. طيب اجي لك برده يا جاسمين، يعني ليه السباحه التوقيعيه؟ يعني شايفه ايه اللي بيميز السباحه التوقيعيه؟ اللاعبه في السباحه التوقيعيه محتاجه تعمل ايه؟ او محتاجه ايه الصفات اللي تكون فيها؟ كده كده ان هي تبقى اللي هو طالما يعني خلاص انا هلعب اللعبه دي يبقى استحملها بكل حاجه، اللي هو حتى اللي هو اصابات ايا كان ايه اللي بيحصل، اللي هو انا اخترت اللعبه دي فانا اللي هو هكمل فيها، حتى انا عارفه ايه صعوباتها وان هي صعبه وكل حاجه، بس يعني خلاص انا اخترتها بكل الحاجات اللي فيها فخلاص. لازم تتحملي، لازم عندك طول النفس، لان هي لعبه عايزه 10 ساعات تمرين، فلازم يبقى في طول نفس ولازم تتحملي كل شيء. طيب خلينا نروح لكابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي، اهلا بيك يا كابتن عمرو. يا كابتن هيثم ازاي حضرتك؟ وحشني جدا يا كابتن عمرو والله. وحضرتك اكتر والله، ببقى سعيد لما بسمع صوتك وبدخل معاك كده في مداخلات. يا كابتن ده احنا اللي بنبقى سعداء وبتنور بيتك وشاشه قناه النادي الاهلي. كابتن عمرو الف مبروك على هذا الانجاز، كلمني عن الانجاز ده، المنافسات، ابرز المنافسين، يعني ليه الانجاز ده نعتبره من احد انجازات هذا الموسم؟ والله الحمد لله. في الاول طبعا يعني احنا انا عايز اقول بس ان البنات انا ما عرفتهمش، يعني هم انا بشوفهم طبعا بالكلور وبالميه فهم متشيكين قوي النهارده. هنبهرك يا كابتن عمرو، هنبهرك. ايوه طبعا. والله احنا المنافسه السنه دي تحديدا كانت صعوبتها في تغيير القوانين اللي احنا شغالين بيها بقالنا موسم. زي ما كابتن انجي وكابتن يسرى قالوا، القانون الجديد غير حاجات كتير جدا في معطيات اللعبه، خلى لازم يبقى فيه تناسق وهارموني كبير جدا ما بين البنات، علشان الدرجات اللي بتتحط او درجات الصعوبات اللي بتتحط لازم البنات تعملها يا اما هياخدوا صفر على الحركه، فده طبعا زود المنافسه كبيره جدا ما بين الانديه. احنا البطوله دي فيها 9 انديه شاركوا، منها طبعا انديه الصيد واليابلس والجزيره، الانديه العريقه في اللعبه، ومعاهم طبعا نادي الزهور، ومعاهم نادي الزمالك، ومعاهم نادي سموحه، والانديه الخاصه طبعا نيو جيزه وصادق وبالم هيل، وكلهم شغالين على نفسهم وشغالين على البنات. ده اللي بيزود المستوى الفني للعبه بوجه عام، بيفيد المنتخبات طبعا. طب كابتن، يمكن برضو العمومي، يعني احنا عندنا مجموعه من اللاعبات بيلعبوا في العمومي،
وكانوا بيلعبوا عمومي من فتره يعني. طيب احنا وسمعنا من كابتن يسرى ان سياسه النادي الاهلي هو الاكتفاء ببنات النادي الاهلي. طب المستقبل يا كابتن، احنا عندنا يعني نطمن ان احنا عندنا جيل او اجيال ثانيه طالعه؟ والله بص يا كابتن هيثم، البنات اللي كانوا مع حضرتك والبنات اللي موجودين دول بنات جدعان جدا. البنات دي بتقعد بتتمرن في كل الظروف اللي حضرتك تتخيلها، ما حر برد مطر، يعني بيقعدوا في الميه، يعني انا باجي وبروح وهم لسه قاعدين في الميه، بيقعدوا يعني ساعات كبيره جدا في الميه، بيبذلوا مجهود كبير جدا، بيبذلوا مجهود بدني، عندهم تمرين مدرب فتنس، عندهم مدرب جمباز ارضي علشان الحركات، طبعا السباحه والباليه كابتن يسرى وكابتن انجي متوليينه من الف للياء، ولا نغفل دور كابتن لاميا اللي هي اللي بنقول عليها المستشار الفني او الاستشاري بتاعنا. نعم. اللي بتساعدنا حاجات كتير جدا في الناحيه الفنيه. وهم يعني البنات قاموا بدور كبير جدا 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 من الناحيه الفنيه، ان هم يساعدوا المدربات ان هم يوصلوا للمستوى ده، وان احنا من خلالهم نحقق للنادي بطوله مهمه زي دي. طب كابتن عندك ايه في السباحه التوقيعيه جاي؟ يعني ايه ابرز المنافسات اللي جايه عندك الفتره اللي جايه يا كابتن؟ احنا عندنا كمان اسبوع تقريبا يوم 8 و9 مارس بطوله 15 سنه. دي بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا علشان نكسب كاس الناشئات وندخله النادي، وده ان شاء الله يبقى اول مره يدخل النادي. احنا الحمد لله بطوله 19 سنه قبلنا فيها بلاء حسن، عندنا بطوله 15 وبطوله 12 سنه بعد رمضان ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله متوفقين فيها يا كابتن، وباذن الله نبارك لك على مجهودك ومجهود اللاعبات والمدربين، وان شاء الله باذن الله من توفيق لتوفيق يا كابتن عمرو. وانا اللي بشكرك جدا يا كابتن هيثم، يعني البنات دول استحملونا كتير جدا، قعدناهم مع منتال كوتش علشان يظبط اي ستريس هم بيتعرضوا له. بنشكر طبعا اولياء الامور جدا ان هم كانوا بيجيبوا البنات وحريصين جدا على ان هم يخلوهم ملتزمين في التمرين. فانا اللي بشكرك يا كابتن هيثم وبشكر البنات. الشكر ليكم يا ابطال. كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا. كان معانا عبر الهاتف كابتن. ايه قصه المنتال كوتش دي؟ يعني الواحد انا اعرف المنتال كوتش بيكون في الكوره في الباسكت، بس النهارده السباحه التوقيعيه عندي منتال كوتش. انا شايفه ان ده بارت مهم قوي في اي رياضه خلاص. صح. زي ما احنا بنتمرن على الفيزيكال بارت لازم المنتال ده لازم يبقى حاضر بصراحه. فانا مبسوطه ان البارت ده موجود عندنا وبنشتغل عليه، ونفسي كمان ندخله في بروجرامز اكتر كمان قدام كمان. طب كابتن فرق معاكي ده كابتن في تدريب؟ يعني لقيتي البنات بيتطوروا منتالي؟ فرق، لان هو بتوصل للحظه هم البنات مش طايقينك، لان انت مقعدهم كتير قوي في الموقف. لا مش البنات، البنات واولياء الامور. يعني انا لما اجي انا يبقى عندي بنتي بتلعب يعني سباحه توقيعيه و10 ساعات، انا اروح بقى واجي مش قادرين يعني يستوعبوا ان ده لمصلحتهم، فبيفضلوا في الاخر خلاص هم مش قادرين يفسلوا. فببقى محتاجه حد يتكلم معاهم شويه يفهمهم ان انتوا هتوصلوا لحاجه حلوه قوي، بس محتاجين تدوسوا على نفسكم شويه. طول ما هو ببقى انا بس في الاخر ما لا توصل نتيجه، لا بقى هوصل للي انا عايزاه بس. مش الغريبه يا كابتن اللي كل اللاعبات قالوا لا لازم نتحمل، لازم نتحمل، فواضح ان في عذاب اليم بيحصل. هي لعبه صعبه، هي لعبه صعبه، والموضوع بيبقى تقيل شويه. يعني بيبقى فيزيكلي ومنتلي وكل حاجه بتبقى تقيله، 10 ساعات كتير قوي، تركيز كتير. طب خلينا نشوف، يعني جسم اتمرن كام يوم في الاسبوع؟ سته. طب ليه؟ أنا كنت هقول مثلا أربعة. طب ليه؟ ليه ستة؟ ممكن لو يعني مثلا في تمرينة كانت قصيرة ولا حاجة يبقوا سبعة يعني. الله الله أكبر. بص يا كابتن أنا ما عملتش حاجة خالص. بس كابتن كابتن لسه ابتدي ما تبصليش. احنا محتاجين المنتل كوتش فعلا. محتاج منتل كوتش دلوقتي يا جماعة، أنا مش مستوعب يعني إيه 10 ساعات تمرين. لا بجد يعني مجهود كبير بيبذل. طب المذاكرة إيه؟ يعني بنحاول. بنذاكر في المية ولا إيه الوضع؟ يعني في البريك بيبقى فيه صعوبه، بيديهم بريك يذاكروا والله، يحضروا البريك في التمرين سيشنز. والله كانوا بيطلعوا سيشنز اونلاين يحضروا وينزلوا تاني. حصل؟ حصل للدرجه دي؟ سجلت لها مره. لا احكي لي مثلا، انت عندك سيشن، عندك اونلاين مثلا كورس بتاخديه، بتطلعي من التمرين تحضريه وترجعي التمرين؟ ده احنا عايشين التمرين. ده احنا بلاد تشيلنا وبلاد جوه التمرين. طيب بس ده يعني مش هيجي الا اذا كنتوا انتوا حابين اللعبه دي. طبعا. طب لو رجع بيكي الزمن شويه ثلاث اربع سنين تختاري برضه؟ بص بتضحك، بتضحك جاسمين بتضحك. لو رجع الزمن تاني تختاريها؟ ممكن. ممكن. بص ما تستفيش حاجه يا كابتن.
بنت الكوتش على طول. ارجع. ايوه بنت الكوتش على طول. مهم جدا. مسك الاعلى مين؟ ممكن ماما. ماما ليه بقى؟ وقفت جنبي كتير قوي في الضغطات بتاعه التمرين ومذاكرتي وكده. 10 ساعات بتقعد معاك يعني. ده لازم تكون يعني بصراحه حموله جدا. طب انت الكوتش للعيادات وللاهالي طبعا. وللمذيع اللي غطى حلقه المسدس. طيب النهارده يعني بابا ماما يعني اكيد تعبوا معاك صح؟ اكيد. تقولي لهم ايه دلوقتي؟ بصي بقى الكاميرا بتاعتك دي وقولي بقى. تقولي لهم ايه؟ شكرا جدا على كل حاجه معموله في حياتي. خلي بالك ماما وبابا شايفينك. طب مين بيتعب اكتر بابا ولا ماما معانا؟ الاثنين. بلاش الاجابات الدبلوماسيه دي بقى، يعني قولي اللي بيتعب بجد بقى. البنت وحدها. اصل البنت حبيب بس الام اللي بتتعب. حبيبته. والاب حبيب بنت حبيبته. بنته بنته حبيبها، فمش هتيجي على باباها انسي. فممكن عشان ما تجيش عليه تقولي الاثنين. فهو غالبا كده. فطب نفس الكلام جاسمين، يعني تقولي ايه لبابا وماما؟ نقول لهم برضه شكرا على كل حاجه، بيتعبوا معايا في كل حاجه. يعني تمرين ومذاكرة وكل حاجة. طب ايه أكتر حاجة ممكن تعملها لهم تفرحوا؟ يلا سؤال بقى سهل أهو. نجاح. أذاكر. أذاكر وده واضح إن بص. نجاح. أذاكر جابت من الآخر. لا يعني. أذاكر إيه وتفوق في مذاكرتي وكده يعني. برافو عليك، أنجح. يبقى هو ده النجاح، هو أكتر هدية ممكن تقدمها تفرح بيها باباك وماما، مش عايزين منك حاجة، صح؟ نفس الكلام جنى؟ اكيد. النجاح ها؟ يعني بتحس ان هما بيفرحوا قوي بنجاحك؟ قوي. انت كان ليكي اخوات بيلعبوا؟ عندي اخت اصغر مني بتلعب. بتلعب برضو كويسه زي كده ما شاء الله؟ لازم، ما ماما كانت بتلعب نفس اللعب. جنى نفس الكلام، ايه الاخبار؟ لا ما عنديش. طب لعبوا رياضه ثانيه؟ لا برضو. انت الرياضيه الوحيد في العيله. متدلعه بقى وقصه كبيره. عشان الرياضيه محدش يكلمني، محدش يكلمني، انا رايح التمرين. يا ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. كابتن يسرى، ايه يعني امتى نشوف عندنا فريق او منتخب سباحه توقيعيه يقدر ينافس؟ انا مش هقول ميداليه اولمبيه لان مستحيل ينافس، لان دي عايزه 10 ساعات، احنا هم يتمرنوا 24 ساعه مثلا. النهارده نقدر ازاي يبقى عندنا فريق او منتخب ينافس في المحافل الدوليه؟ انا شايفه ان البنات دي اصلا ممكن يعني بسهوله جدا تبتدي تخش منتخب وتبتدي تخش تنافس في الاولمبيكس، لان هم عندهم كل حاجه ممكن تدخلهم. اللي انا بس محتاجاه علشان ادخل، انا محتاجه ان انا ابقى عامله ابروبر بلان، بلان منظمه بالزياده، تبقى مبتديه من اول فتنس، دايفنج، فلكسبيليتي، منتل كوتش، سباحه، انا وكلنا نبقى بنمشي في نفس السايكل. هوصل ازاي؟ الموضوع بقى سهل قوي، لان دلوقتي ما بقتش بتتحسب على مين الاقوى، بقت بتتحسب مين ما بيغلطش. مين؟ ما بيغلطش. يعني ممكن روسيا تنزل تغلط غلطه، بقت بره. مصر نزلت، مصر ما غلطتش، بقت اول. طب ده يتحقق ازاي؟ هل مثلا محتاجين خواجه مثلا يجي يلعب الدنيا؟ ممكن بسواعد مصريه؟ لا، احنا في مصر عندنا عقده الخواجه شويه. صح. ان احنا اي حد من بره هيبقى بيفهم اكتر من المصريين. لا، انا بحس ان المصري بيبقى لويل اكتر، وحاسس ان هو لا انا عايز اوصل البنات دي لحاجه، لان هم اولاد بنات. لكن عامه اللي جاي من بره بالنسبه له دي شغلانه وماشي. انت دارسه ايه يا كابتن؟ انا كنت الجامعه الالمانيه فاينانس وانترناشونال بزنس. بص، هو لازم يبقى الاثنين نجاح في المجال العملي والرياضه لازم مرتبطين ببعض. طب كابتن نفس السؤال، انت بيليف ان احنا نقدر يبقى عندنا منتخب قوي وينافس زي ما كابتن يسرى مصدقه ده، وشايفه ان احنا عندنا امكانيات نعمل ده ولا لا؟ احنا عندنا اوريدي منتخب، وعندنا اربع بنات من نادي الاهلي في المنتخب اللي بينافس، كان لسه في بطوله العالم في الدوحه. واوريدي اربع بنات دول كانوا في نازلين ان شاء الله الاولمبيكس اللي جايه. ومصر ماشيه بالقوانين الجديده دي، ماشيه كويس جدا جدا. يعني احنا في بطوله العالم اللي فاتت كسبنا اوكرانيا، يعني اوكرانيا يعني عشان كده الرولز الجديده اللي بقت معموله دي بالظبط، فبقت الرولز الجديده المعموله دلوقتي ما لهاش كريتيريا. اللي فاتت خدنا ترتيب كام تفتكري؟ احنا كنا طالعين السابع، كسبنا استراليا كان بسكور حلو، كنا عاملين سكور اول مره يتعمل، يعني احنا بنقرب. لا، وعملنا سكور كان اول مره نعمله، اصلا كان حلو جدا جدا يعني. صدقني انا دي اول مره اعرف المعلومه دي، يعني انا عارف ان الباليه المائي بيشارك، ولكن ان احنا نوصل سابع دي كانت معلومه. سابع وسكور كمان، احنا بنحسن السكور بتاعنا نفسه، فده انا شايفه مصر ماشيه على طريق كويس جدا. طب خليني اسالك بشكل تاني، هل في دوله محتكره اللعبه؟ يعني في، يعني مثلا الباسكت هنقول امريكا اللي مش عارف. ما هو قبل القوانين الجديده كان
كان روسيا روسيا اه كان في ترتيب وكرانيا. روسيا واوكرانيا والثالث ده بقى بيختلف كان كل سنه لكن دلوقتي ما بقتش كده. دي سهلت الدنيا جدا. طب دي حاجه كويسه والنادي الاهلي هيبقى له دور لان النهارده حضراتكم بتقولوا ان اربع لاعبات من عندنا في المنتخب فده يعني اربعه من ثمانيه هم بيكونوا ثمانيه صح ولا ممكن يكون عدد 12 وبيختاروا ثمانيه لكل ماتش صح يعني النهارده بيبقى عندي ثلث المنتخب من النادي الاهلي فده يعني النادي الاهلي ممكن يساهم بشكل كبير. بالظبط عليكم دور كبير يا كباتن هنخليهم 12 ساعه بعد الحلقه. طب خلينا نروح برضو للبنات او اللاعبات جاسمين يعني طموحاتك ايه؟ يعني دايما بحب اسال اللاعب او اللاعبه لان انت لو بتتمرن من غير حلم او بتتمرن من غير طموح فهيبقى نفسك قصير. ايه طموحاتك؟ يعني بتغمضي عينك كده بالليل قبل ما تنامي نفسك تحققي ايه؟ ان انا اخش الاولمبيكس ان شاء الله. طب شايفه ده بعيد؟ لا ان شاء الله يعني اتمرن واشتغل على نفسي جامد واللي هو هدوس على نفسي لغايه اما ان شاء الله هخش الاولمبيكس. طيب يعني بتفكري مثلا لو جات لك فرصه دراسه بره جامعه مدرسه تروحي يعني ممكن ده يساعدك ولا بقائك في النادي الاهلي ومصر افضل؟ يعني على حسب بس ممكن لو اللي هو حاجه كويسه او كده يعني حتى لو سافرت اكمل تعليم بره برضو هكمل. ما طبعا ما هيبقوا الاثنين بس هل يعني بس دي على حسب الفرصه انت هتروحي مكان هتبقي فيه احسن دي على حسب الفرصه لما تجي لك بس انت هدفك ان انت تروحي الاولمبياد. اه ان شاء الله. طب نفس الكلام يا جنى ايه؟ اولمبيكس. طب شايفه ده حلم صعب؟ لا لو فعلا اشتغلت على نفسي واتمرنت كتير انا هحققه. يعني هل الموضوع تمرين عدد ساعات شايفاه ولا محتاج الكواليتي نفسها ان انا اكون مركزه في الحركه؟ لا كواليتي لا مركزه فتنس كده مش ساعات تمرين خالص. طب نفس السؤال برضو هل لو جات لك فرصه تسافري بره لان في يعني مثلا عندنا لاعيبه الغطس مها اللي راحت جامعات بره وقعدت فتره طويله جدا ولعبت دورتين اولمبيتين لعبت ريو دي جانيرو على ما افتكر ولعبت طوكيو 2020 فالنهارده عندنا لاعبات اولمبيات يعني في الغطس والسباحه التوقيعيه هم الاثنين ولاد عم يعني فهل لو جات لك فرصه تسافري ممكن تفكري في ده ولا قعدك في مصر؟ لا أفضل. ممكن افكر. ممكن تفكر. طيب شايفين ان السؤال ده يعني ابليكابل او ممكن يتطبق ان اللاعبات يسافروا خاصه عندنا تجربه المها مها رجعت طبعا الفتره دي ولكن وهي موجوده في امريكا كنت متابعها بشكل كويس وعملت شغل كويس في الاولمبياد هل سفر البنات بره والاحتكاك في جامعات في امريكا او وات ايفر في اوروبا افضل ولا انها تقعد؟ يعني اخد رايك الاول يا كابتن انجي. انا شايفاها بتبقى اكسبيرينس او اكسبوجر جديد للبنت انها بتنفتح على طريقه تمرين مختلفه وطريقه تفكير مختلفه فكل ده بيفيدهم جامد قوي وبعدين بيرجعوا يفيدوا بلدهم بطريقه او باخرى كمدربين يعني كذا حد كان لعيب ومؤمنه بالتجربه دي جدا تبقى مفيده جدا ليهم. كابتن رايك ايه في التجربه دي؟ نفس الكلام انا شايفه الاكسبوجر ده لازم يتعمل حتى لو مش بيقدروا ان هم يسافروا جامعات بره او كده لازم يبقى مثلا في كامبس بره لازم بنطلعها لازم ناخد اكسبيرينس من الناس بره. برافو عليك وانا متفق معاكم بده. انا بشكركم شكرا جزيلا نورتوني وشرفتوني الحقيقه استمتعت جدا باللقاء وشفت قد ايه الجهد المبذول بتهيألي ما فيش حد بيعمل جهد زيكم 10 ساعات دي مستحيل. الحقيقه بشكركم شكرا جزيلا والف مليون مبروك كابتن يسرى عدلي طبعا مدرب السباحه التوقيعيه بالنادي الاهلي بشكرك. في حضرتك شكرا جزيلا. كابتن انجي الرفاعي مدير قطاع الناشئات السباحه التوقيعيه نورتيني وشرفتيني. ميرسي ربنا يخليك. لعيبه الفريق ونجمه الفريق جاسمين منجد نورتيني وشرفتيني. ميرسي. طبعا جنى جمال نورتيني وشرفتيني. شكرا. اعزائي المشاهدين زي ما شفتوا حضراتكم يعني بيتهيألي مفيش ابدا فرقه هتتمرن 10 ساعات في اليوم زي ما بقول لكم دايما الالعاب الاخرى ممكن تلاقي في العاب يبذل فيها مجهود اكتر من كره القدم ولكن ما بيبقاش باين وده دورنا هنا في الابطال ان احنا نحط الضوء على هذه الالعاب. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه والى حلقه جديده من الابطال.